امام السن اشت ما تنخطص اين وجه نوضي بسر من قاس سنخي لا ميا دي ميا المعلومات يضغيني اخو خوات نتسينا نسكورشي السنة نيجي نقدر ده بقران، ولكن اشت ما تنخ المشكلة بقران دي بسر من والسينن وراد واحد دي ميا خدين نسن وراخ الشخصيات الدينية غيغان خذي التراث الإسلامي نهار مين من يخذي عن أبو هريرة لأن رمضان يكمر نقوان السيور شي حاجة خصيد ننبي ننسيو شوية في القرآن ننسيو شوية طاس الأحداث شمية عظمة الكتب الحديث تفذ أبو هريرة يتمثل تمن 65 70 دي من الأحاديث غان في الكتب يعني أبو هريرة يتمثل الموسوعة حديثية ما رفكس مع الأحاديث من أبو هريرة من شوية قيم دي كتب التراث خويت غيمي والو قال البخاري الشواص أبو هريرة مسلم الشواص أبو هريرة الموطا الإمام مالك الشواط أحد ابن ماجه الشواط أحد النسائي الشواط كون خسر خزان الشخصية ثاني تينيت ميستس كقع العظمة يا واش بصح السيدة واني تينيت يعني واش بصح السيدة واني تينيت أهل للثقة أنا خزان مين دايس النان الصحابة مين دايس النان أم المؤمنين عائشة أنا خزان مين تاع الشخصية يا واني تينيت ما يمقو الدرجة يا نتقديس غا أهل السنة والجماعة وفي آخر الدرس أنف بأنه جنيش الغلط ده قران السيدة واني تنيت في الوستيشن ورا التيازيت يعني ويسدي هج ورا التيازيت أنكم أصلا بسم الله أنكم أصلا جسمنس روح مرة يوفدرش ميتسران ذي تمزيد أنا خيتي قال شان الكتاب تفد إجن السند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إتنتهد غا أبو هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله وكش ماذا حدث تسقسيد أي مصر من عرض الشارع وحتى الشيوخ بقرانا طاكي العوام الشيوخ بقرانا العلماء استنيد وشيد غال اسم الحقيقي أن أبو هريرة أتسبدد أتسبدد ويتف من دشغيني ما يمي الله ورسوله أعلم لأن نورا ذي الجنية ميسن اسم الاسم الحقيقي أن أعظم محدث لخدي وين الحديث ومروت السين ديس من الناس ما مش غادي تقيد شي خاص تحيد الحديث ونيثني ذي العلوم الجين الشرعية باش الحديث ديالي الحديث موزون حديث صحيح موثوق غاصن علم الرجال ما يمكن علم الرجال حما تأكد نسكو ذلك نخدسين الأحاديث ومن بين المسائل اللي زي أتأكد يتخصى السيد ني غاديري معروف اسم الناس أديري معروف الوالدين الناس أديري معروف حتى تاريخ الناس أديري معروف السيرة الذاتية الناس أديري معروف انت مين جاي لحياة الناس واش رايس خارق واش راه يتشا واش راه يتجا صادق واش راه يعني مجموع عن المسائل يتقن ذي الرجل اللي وني خوني تا وين الحديث باش تزعم واش صادق اخاس حسين نيخو خاصك السنجا وانت في المواصفات فينا كلشي غاس ندي علم الحديث وتنطبق وراديش نقيت ابو هريره عطيكم مساز الكتاب ام الزوار والسوارن خصيدنا ابو هريره قانس الإصابة في تمييز الصحابة الجزء 7 زي الصفحات 349 حتى 351 إنش إن اسم أبي هريرة يقال نان عبد الرحمن ابن صخر على الأصح من 30 قولا يلا يكون مصد إنش بسم الله ربما اسم من أبو هريرة قانس عبد الرحمن مسن صخر نخمس مزرو على أصح زي 30 نسمون أدياسج الإمام المغنيط قانس القطب الحلبي إنش اجتمع في اسمه واسم أبيه 44 قولا وميت غسن رخاط صنفان أذقن علم الرجال أذقن التعريف يوكذان كل محدث غاس اسم النس غاس اسم الوالدين غاس الأصل سخشن دغا أبو هريرة وفين نتا ذبابس غاسن 44 نسمون إنش فمجموع ما قيل في اسمه وحده من ديسن الغاضي أبو هريرة وحدس نحو من 20 قولا تقريبا جنس 20 نسمون من تعنى نسمون نينا تفهم حد اسمه عبد شمس حد اسمه عبد نهم حد اسمه عبد تيم حد اسمه عبد غنم حد اسمه عبد العزة حد اسمه عبد ياليل ياليل يعين دينا غير وذا نغنيط سمانث عبيد سمانث عبيد الله سمانث عمرو سمانث عمير سمانث عامر سمانث برير سمانث بير سمانث يزيد سمانث سعد سمانث سعيد سمانث عبد الله سمانث عبد الرحمن يعني بكل شيخ بكل إمام بكل رفقي بكل بنادم كيف صح ظني خز دي حافن
كوريجين من اسم إخاسي تسرى والسين المانيس ديكا والسين اسمنت إنش والذي اجتمع في اسم أبيه خمسة عشر قولا يعني مركات جمعة تقريبا عشرين قول قسم من سنتاش شخصين أج خمستاش قسم بهباس انت في خمسة وثلاثين وذي الإمام الغنيت إنش تقريبا أربعين نسمون إذا سجيني أبو هريرة في التالي واتفق نراخي جنسم عمنا حق الكتاب النغنيت الاستيعاب في معرفة الأصحاب ذي الجزء 4 صفحة 332 من قال إمامي الفنمانية إنش وقد اختلف في اسمه اختلافا كثيرا لم يختلف في اسم آخر قبله ولا يقاربه يعني ذي المجموعة الصحابة سكورشي نخديني ديوسين أوانس ويوقع وشان الاختلاف ذي التاريخ الإسلامي كمر ذي شن اسم شن السيد أمام شوقع الاختلاف ذي الاسم من أبو هريرة إنش واختلفوا في اسم أبي هريرة واسم أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط به ولا يضبط لا في الجاهلية ولا في الإسلام يعني الاختلاف الجن ذي الاسم من أبو هريرة ذي اسم بابس إيج الاختلاف ضمقرا 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 نطس وسفين الضبط رادي العصر الجاهلي ومجعاذ جاء أبو هريرة يكفى ورومي غيسر وسفين اسم مقانس عبد الرحمن مقانس عبيد مقانس عبيد مقانس عبد شمس مقانس عبد غنم مقانس عبد ياليل مقانس عبد ي... وسفين اسم آخرها نشنس معنا في عدد الكتب ذي الذاكرة نخذ التراث أبو هريرة فهل يعقل أعظم محدث أعظم راوي للحديث أثنفهم جارو غاتش خمسة رف الأحاديث والزيادة والسنن اسم نس غان خزارفو مانيز توسا تكنيا أبو هريرة حتى تكنيا نس وضم الشوف الأغلب ينجم سرمان من سنن بأنه الرسول إيث اسم من أمني إفغدي جمع يفغاسي جد مشوف ثانيا ناس من غاكي ناس قغاري المشوف في نصا في شكل أبو هير إلا حتى من يدعيس الاختلاف حتى من يدعيس الروايات أوب جاروان السين اسم في الرسول ورسم مانثي وذن السوق ورسم الفاميليانز حتى أبو هريرة ذيس الشك وذيس الجنس مني نفس الكتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ذي الجزء 4 332 عن ابن إسحاق قال وني الجنس سيران هذوية حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة قال اتعود اسمه أبو هريرة قارسن انت اتعود خيس منز كان اسمي في الجاهلية عبد شمس الناس نش يسمينه ذي الجاهلية رقاني عبد شمس فسميت في الإسلام عبد الرحمن وميغسر مخ جناية عبد الرحمن عبد شمس قالوا فيها الجنة عبد الرحمن نفيتها الجنة زي 45 نسمون وإنما كنيت بأبي هريرة لأني وجدت هرة فحملتها في كمي فقيل لي ما هذه قلت هرة قيل فأنت أبو هريرة إن التكنية هي ثانية تنية أبو هريرة ما يستيت تكا وفي نيشن وذان غار نجد مش تمزيان يشتي جد وحسين نز إن الناس من غاك مني إن الناس تمشوف إن الناس إذا أنت أبو هريرة فالرواية ثمز وارث الرواية والسنين لنفس الكتاب نفس الصفحة وتتعاود يتعاودت أبو هريرة سيخ فنس إن كنت أحمل هرة يوما في كمي فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ما هذه فقلت هرة فقال يا أبا هر انت يتعود اثنين يعني يتعود خمسة قام يخف الناس اثنين الروايات ذي نفس الكتاب نفس بنادم يجو معي الناس قذرين ايامي وكذا اننا يمين غاك اني غاس نغاري ثمو الشوف تسمنا اي ابو هير ابو هريرة يعقب الناس لا ازرائي الرسول جغالي نجد مو الشوف في سيختو بحسين وماذا غير سقسا إن يمين تعنا ثنين نغس تمشوف إن إذا شك أش نسمى أبو هير أنا راح أقرأ الكتاب النغنيت أسد الغابة في معرفة الصحابة دي الجزء 5 119 أنا في تعاود عاود خيخ فنس إجن الرواية النغنيت من إستاذ ديكا اللقب من أبو هريرة عن عبد الله بن رافع رضي الله عنه قال قلت لأبي هريرة إجو صحابي قانس عبد الله بن رافع الناس أبو هريرة لما اكتنيت بأبي هريرة ما يمش جنت كنيثني الناس أبو هريرة أما تفرق عني خير الله الله يرحم الوالدين شو تبع ذي قد صد عن ضيف منايا الناس بلا والله لن أفارقك قاوز ذيك ضد شقخ غامث النذايي ما نسلش ديكا لقب وانتينيت أبو هريرة
قال قوات يجاوب أبو هريرة من يساس ديك كمانايا إنس كنت أرعى غنما لأهلي رغاس شان تخسوين يعكسيثن إلى أهل نس وكانت لي هريرة صغيرة جاسي تبوش طمزيان فكنت أضعها بالليل في شجرة سجيرث خميغا يعو واحد يتعكسا هذيك تبوش فنيا قيش نسجاف فإذا كان النهار ذهبت بها معي شمي تغي صبح ديو الشمس باش هذيك كاعدي راح يخدمني خذ يعوز غادي راح خذ سجاتني هذيك سير مش شفتني باش كيستياوي فلعبت بها باش الزيس باش كيرس ايرا فكنوني ابا هريره ومثل خاص عن اهل ربما الوالدين داش تمس ان انا الشك ابو هريره يعني حتى التكنية نس ذايس يخرق واش يسمى في الرسول واش سمان في الوالدين الاهل نس نخسم من في ودان دي السوق حتى ماني وخاص واش التوثيق قضيه ثلاثه الروايات اوريجينيك سيمينيخس ولي الكتب النغني تنتاف من دوب نيخ يلا جتني نمير وتقبر نتاف غاس كتا نتاف باباس غاس كتا زي 45 نسمون واتفقن ورا خيج نسم يعني غام انا يوحدس غام نقطة يا ثاني دين نتوحدس مرنك غاس نطبق المعايير غاس نطبق القوانين مثلا قبول الرواية ذي الحادث نغيشان حاجث ابو هريرة ويصدح ويصدح لأنه السن حتى ذي سمنت فكيف يعقل شكيش من العلم والسن ذي مين يعني قرى من يزدك أخاص تحسيت السنة النبي أخاص تحسيت سبعين دي مين الدهن منايا لا يعقل لا يعقل رخان نقرش نقيت مغنيت أن خزان ممش جاي جا الحال من أبو هريرة قبل الإسلام ذي العصر الجاهلي ممش جاي تعيش أبو هريرة ممش تقل حياة الناس واش بصح يستاهل يعني المكانه ديال سكشين التقديسه واني تاني دومش انا غنقراني غاس دي التراث الاسلامي واش باصي ابو هريره ابو هريره سبحان الله نزرخو نطرح غوينا في الكتاب سنن ابن ماجه باب اجاره الاجير على طعام بطنه باب اجاره الاجير على طعام بطنه انا في بانه ابو هريره جاي يخدم ذي مشاوج وتخجس نبو 8000 يعني جاي تجيش الحاله من الفقر تجيش الحالة يرثى لها نتأثنى في خدم إلا خطع الديستنس وغير باش أذيش وش أساذيش غاك يخدم من هاي كمر كان أبو هريرة يقول ذي السنن ابن ماجه يقى أبو هريرة نشأت يتيما وهاجرت مسكينا ومش يتجرب الصيان يقعدت وغاس والوالدين إجن من ذم يتيم إيهاجا ذر مسكين ذا حفيان قوام قالوا في نفجي تقيمة يتمزيرن ديال بنات ديال مشسقان مسجد الرسول وقاستي سيرة ورضع الرض يعني معدم فقير وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي راه يخدم غسيدة يا ثاني دين انتم يقام ابنة غزوان من دستيش هاي كمر يخدم غاس انت العائلة نستكمر يلا تيش الناس اديش ادي سوغا دي عمغا تعبط النص وعقبة رجلي ما رصفا راح نغشم ومشى نخد سما سوقا كسين تربعة دي مان سنين شوية خغيور نخشن ترغن دا ديني إيش نين طريقة ديات شوية سنين ضحوما أزي سنين ده أحطب لهم إذا نزلوا شميغا تحن ما رصفا نغشم ومشى شميغا تحن قال يا حزم دي جمع أكشور وأحدو لهم إذا ركبوا خميني صديق أكشور نغد قلما كلا مد الشنة تسون أذكا نجمع نرح نوض أذو جوان خميني غنيين ابو هريره ان تهزي سني غيرني مخف وجوان ني خيت ما دير غمني يقايت غن نجاسني يقايت غن نجاس ان فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل ابا هريره اماما الحديث وين الناس يعني من بعد من قد ورد مسرم ار من يقرا حغم شسقانا من يقرا حغم البحرين عيني في الرسول يفت من يات يفي يقتفك قارس زعما الحمد لله يقين ومود في الاسلام يعفو خافي مع رب العالمين زي الفقر الموذقي عني ذو الخراد النش يتسمى إذ ورد الإمام إذ ورد غاسج المكانة مقبر جوا غاس والو مسكين جاي جا حازق لله في فين سبيل الله وحتى ذي البخاري حتى البخاري سيورخز من تاث إنش أخرج ابن سعد عن طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ولقد رأيتني وإني لأجير
لابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي أسوق بهم إذا ارتحلوا وأخدمهم إذا نزلوا. نفس الرواية ومي جاي جا جيش نعاهد قبر جاي خدم إلا سمين زيغيش واستيش تمنياف وقع طيب يعني جو وصف جو غاسب والقيمة تمنسكين جو وصف حتى القيمة لبنادم يعني جاي جا إجن الشخص معدم إجن الشخص فقير فقير وغاس ولو أي اسم وسوفين اسم الناس هل الحالة الاجتماعية نسجن حالة مزرية إجن حالة الفقر التنقرند غوم قارو يسبحت زي أعظم المحدثين ممش دا سيجا ممش دا سيجا ما نقول زي أعظم المحدثين خشد إجن الفترة أبو هريرة جاي طراح يتغيما غي مسجد الرسول نمشتنا في غوم قارو جاي جا من أهل الصفة أهل الصفة ناش نجمع ديني كتاز عبامية يمسعان يعني من غاوي تجي شقع نهائيا شبيعات وراني مسجد روح الرسول أبو بكر عمر الصحابة ماذا فين غمش أسقع من المزيدة نثني تغيما الغبارنا رخناك من الرسول الصلاة الناس أطفغن باش العوحا كنت خاسن كوري جنو شي ناس من الرسول كوري جنة دين دهيش زقينا أثي وغا تدعث الناس أذي الشديسو أبو هريرة يخضيع يتموين أثي يخضيع فوري قتن المليح اتقعد ذيس الرسول انتجت السجوان غثت ذات قاسي ولا حديث الشس ذي الشديسو يقيم صافي يقيم من من عرامتي وشا من عرامتي وشا يقيم رزق ذي الرسول يرزق ذي الرسول لما لني من ذي قدور يتحدث قامين يتحدث أرمان يفوض 5000 حديث وزيادة غادي عذا عائشة غادي عذا أبو بكر غادي عذا عمر غادي عذا عثمان غادي عذا علي ما رد جمعت مدينة سكوشي تفضل غاوين يعني ودنين خال الرسول وراد 10 ذي من الأحاديث إذا خذ الصيود سيدنا أبو هريرة غان خيش الحديث هو الخاص إنش ميمي أبو هريرة الأكثر حديثا عن رسول الله من السبب من ينتفيت دي صحيح البخاري ذي كتاب العلم باب كتابة العلم إنش حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول يعني قال أحاديث تسرى ما كاين غات انتهى كرشي أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة من تسنين أبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني انتي دوري تفتاخ عين سوز مات في مشاو صحابي نخشن جنس مدوكر من الرسول يتحدث خاص كتاع الزي إلا جنسيد من تعنى إلا ما كان من عبد الله بن عمرو وتنعاو جا صحابي من غنيت فإنه كان يكتب ولا أكتب يعذاثي اللي جنوح حدث قناص عبد الله بن عمرو بن العاص ما يمي عبد الله هو نتيني تجي السنة دياري أبو هريرة أبار الفقر أبار يعني الحالة المزرية من جي جا جوي السنة دياري وي السنة دياري ورا غادي غطي حفظوها إن سوى تيف مشي نجن زي الأصحاب النبي يتعوذ الحديث خنابي كتاع الزاي إلا عبد الله بن عمرو وكاش ما يتعقب غا الكتب التراث انت في الاحاديث عبد الله هو نتينيت وتكونا ورا 10 ذي ميا منين ابو هريره ابو هريره بدا التزويع وفي نفس الباب من خاص يتعاود البخاري ذي كتاب العلم باب حفظ العلم ان حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره قال ان الناس يقولون اكثر أكثر أبو هريرة ومي غفن الصحابة الرسول من بينهم عماد أبو بكر علي عثمان وتصن الصحابة وفين أبو هريرة يعيق بذن تشتشان قانس أبو هريرة يتسمى يعيق الطاس ما زي توي قاشتو الحديث ما جي تثمنايا نشين رسول الكركيز ولكن ودي تعويض شقع منايا انت أبو هريرة يمكن قرن ناقص نجي الصفقة 4 5 16 الأحاديث غاسي ورثيني أبو هريرة نتفذي كاد حديث 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 بذن تشتشان الزايس انا زعما مين متعود قعان شتويه ان شتويه الاحاديث من دسني ان انت ابو هريره باش تني جواب انس كان يشغلهم الصفق بالاسواق يعني مين مي وكذا نغنيت وتحدث نشي الطاس خر الرسول بوركين هني جرهان غاصن التجاره وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم ان الصحابه جاب صبضان ازين يخدم التجاره ازين قثن ذير سواق يقيم إلا أبو هريرة وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشباع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون
إن السبب من زينش السوار خطة سطاس بوركي كني وجات رهام كوري الجن إشغاص التجارة إشغاص الجواري إشغاص أبو هريرة قد فاضي ماضي تتبع الرسول من خف بيشي باعي بطني تيعزو هذي الشديسو هذي الشديسو أغرق الحديث ما كاين غازيت غاتحوج شان حاجة ديش الحديث أبو هريرة قدين يعني جن حالة غريبة بزاف وكتام خمين تعقب على الكتب التراث الإسلامي بالخصوص البخاري المسلم انت في ثم عم مانس أبو هريرة قد يوم ثعدة خمسة رف حديث إخص عوان وانت وجبوز كمزورة انت وجبوز شنو أبو بكر الصديق مثلا أبو بكر الصديق يسرم سنين قبر نسي لازم الرسول ذي مكة غيهاش عاكي سير حكي صغى المدينة يا الله غاس دروس الأحاديث وأبو هريرة يسرم غوم قارو غوم قارو مزقني مقورا وجاي جا ذي مسعي وغاث مزيدة ميز دي السفقة معنايا أنا خزع القصة النص أنا خزع مرمي كسر من بعد مرمي كسر انطراحق الكتاب من الاستيعاب في معرفة الأصحاب ذي الجزء 4 صفحة 333 من تقانخ الإسلام من أبو هريرة إنش أسلم أبو هريرة عام خيبر خيبر مرمي ثوقع ثوقع 7 هجرية 7 هجرية يعني الرسول جوا سقي ذمه يعني شحال زيس يعني 3 سنين ونص 4 سنين 5 سنين قاع يعني انت ابو هريرة زي المسلمين ام قورة ذي الحياة النبي ميز دغي السك انت الالف الاحاديث إنش أسلم ابو هريرة عام خيبر سنة 7 من الهجرة بلا خلاف وذين بول خلاف يعني وذين معرسلن بأنه انت يسرم سنة 7 هجرية إنش وشهد مع رسول الله عام خيبر ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العلم راضيا من غن تعقاب راضيا بشباع بطنه يعني قيم يواظبك الرسول زين هاو مكسرم إن شهدوا لا إله إلا الله ويمصب ديخ الرسول ما يمي حما ديش سير شوية من العلم من الحديث وشباع بطنه أغروم يعزو أغروم الهدف نس الوحيد يعزو أذيش أذيسو وثوق عاصي إيش القصة تسمى إيش القصة لما اللي يحسب ياند المكان النس زي ما نيسرم أقثق الرسول إتلزم يثيت منكسر بدا والصحابة جوا سوشين بول قيمة جوا تحسيب نقاوة تحسيب يقصني جن القطان تعثند ضوان دايس إننا سوار ما شاء الله من يتفهم في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم يلا ابو هريره الحقد ان السلام عليكم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله مرمي ذي عام خيبر وذي غزوه خيبر بالذات عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها جيازو يسر ولكن يراجع ارماني جين غزوه خيبر اقثقيش مذراي حطاد يمسر من غربن عزمن خيبر ومي غيتورى يمسر من صافي فون دهن في مغارين يعني حنجاني مزيان الغنائم يرغمان اشران يقرعد فقلت يا رسول الله ديريكت اسهم لي يخشد ناس السلام عليكم قانش سرمخ قانش دا صحابي وكشتي السهمينو يا زو هذه شاش سبسيف ديال الغنائم تويك يرحاب ويعظيم ويك يحتش الحشد يلا يخشد كيس السلام عليكم واش تتصغاتينو مين ده صغيرين الصحابه فقال بعض بني سعيد ابن العاص ربعه زي الصحابه ياك جان اجنبي مين ده سنان اي رسول الله لا تسهم له يا رسول الله الناس مين ده صغاتكش ما يجا كاين خشان الغزوه ما يحظى كي نخ ما وزرني ذا من سقي اللي يرحقد قد نشيني قوي انت ما راه نشيني غير حسيني يعني نشيني غير حسين كري الجنة ديك الساعة صغار من سقاو انتيني يلا يخشط فقال ابو هريرة ماذا سنا ابو هريرة الناس هذا قاتل ابن قوقل يا زوسني كصدع والناس سناني الرسول السيدة ابو هريرة واسبو حقا كي نخياث ذي الغنائم وذا استشوالو إيه هو تخص ابو هريرة يتزوارث قبرة الرسول الناس يا رسول الله قواني تينيت يقنغين ابن قوقل لأن ابن سعيد بن العاص جاي جذر كيف أقبر ثقع جيش الغزوة من غير يجوم سرم من بعد المهم يوسيد يسرم روح يعزو سيق المشاكل أكسي دي النبي يقصص الحرومي سنة واستشت بوحق النص
فقال ابن سعيد بن العاص لأبي هريرة رضي الله عنه: يا عجبا لوبر تدل علينا من قدوم ظأن. ذلك يعني تقوت فصح في إجسج الاحتقار إجسج الاحتقار قبلت الرسول إن سيار عجب من ازدك الحياة ونوان تينيت خلق دين طول ذاني تينيت يعزون السهم من سدي الغزوة انتو كان خيح ذاقع. أنا شميت سلام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كذا سيني قال ما كان يراغاس قال جيج صحابي جليل قيك الحديث قيك ثيك ثينا سيني ذا هنا نبات. ولكن وين غاي عقبن أذي فتشل يعزو شوية دي الكتب من التراث دي الكتب الحديث أتفهم بأنه رضي الله عنه يلا نقاط نشين ذي القرن الواحد والعشرين دي الوقت اني ثني ومشا كيسني تعيش جاوا ذا سكشين القيمة قاع نهائيا جاوا غاس القيمة قال يلا يخشى الصحابة إن سكش تير حقينو ضوان بيس مارا وجو صحابي الناس ميز ديك الحياة ونواني تينيت ميز ديك الحياة ونواني تينيت يلا يخشى ديع الزور انت ذي وذا سقاط نص. أنا خزع الحالة أبو هريرة ممش جيد جا ذي البداية الإسلام نص هانو فان اجو صحابي يحتقر يثطس انا خزام مش جاي جاي يعني دي البدايه الاسلام واش غاص شان المكانه واش غاص شان الحاجات وغاص والو. ذي صحيح البخاري كتاب المزارع باب ما جاء في الغرس ليش الحديث خل حالا ابو هريره حدثنا الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة يكثر من الحديث ليس صور الصحابة إن أسقى الصحابة الصور نخافي التسقى أن أسقى أبو هريرة يتقطع الحديث التس ميزي توقع منايا ما يميك الصور التس إن أسوى الله الموعد إن أسقى نش منايا منايا جان. ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه أنس كيف يعقل جنس السيد يلا يهاجر دعان خوذي عميز دقاس قطوة جت سمنة الحيوان قانز الحيوان من يزدكر ما يأخذ يخشن الشين يلا يخشد يبدأ يتحدث مرة منايا والأنصار ينكس تقبلن الرسول ذي المدينة ذي المهاجرين كيس يوجوان زي مكس كورشي والتعويض النورة الخمسة ذي مين الحديث من أبو هريرة قانز كيفاش يعني كيف يعقل. وإن إخوتي من المهاجرين رغدني أثن دي جواب التسنين إن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت أمرا مسكينا أو امرأ مسكينا ألزم رسول الله على ملء بطني. إن قام خفت السور من مو تسقى كنيو أزين ثرهام أكثن عشين أزين ثنهام ذير سواق إلا أبو هريرة قد فاضي ماضي انت يلا بوبرين إجن من هذا مذر مسكين وغاس شاقع يحظى يرسق وسجاب نسيدين بيه باش هذه الشاديسو هذه عاود الحديث يعني قارهم الحديث وانت قارهم جاي جامع دوم بنادم وغاسشا وغاسشا والو نوفا اسم وغاس هو اسم الوالدين حتى ذي اسم بابس والسينن الحالة الاجتماعية بنادم فقير معدم ومي غيكم صي الله يسلم يرحقن السلام عليكم واش تيرحقينو ضوان ضي الصحابة سمانس الحيوان فكيف يعقل ضياوض أضيوض غد درجة يا من يضيوض ذي كتب الحديث تفهمت وإن أخواني قان قام شنو البخاري شيخ المحدثين شيخ الإمام مالك أيه بوذا ولكن غارينش أبو هريرة ذو جند الشيخ ذا قرن سن مرة ذو جند عظيم المحدثين وانتين ذي الموسوعة وانتينت ذي الموسوعة ويلا أنا في عشر الرسول عشر ثم ذروب وستبزف نعم دين جينك بأنه انت جاي جازي أهل الصفة أهل الصفة ومتقان مرضى حمد فتح الباري في شرح صحيح البخاري للجزء 13 الصفحة 72 عن أبي هريرة انتس ورخيخ في النس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت من أهل الصفة أهل الصفة ينجد غيمان زي ثوات تمزيدة انسيدي النبي غبارة تراجري مسر من حتى الغزاجة نطفغن يعني جد جنب وعدامين فقراء نقاسن الشنارة انتفيث نغرب عن تمزيدة وين قاسم إما التاني قاسر قنفوس هكين تتانوها أبو هريرة جيجز جينا من أهل الصفة وكنا إذا أمسينا طرحنا قوشي حضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر كل رجل فينصرف برجل أو أكثر شمد غيس النبي أقوشي غات مزيدا أضي الزاج أضفغنا سنين بدو كرمسن كورج الزيوم مدين ده إيجنز قمسعانا نختنين
إن شفايا بقى من بقي ومع ذلك تشطن 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 دين قاجدين كتاز يا 400 واحد ومن بينهم أبو هريرة تشطن سندين تسجل سندين وشين وسوين إن شفايا بقى من بقي 10 أو أقل أو أكثر فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعشائه فأتعشى معه يطرح النبي تفغت الداف الصفوغد أمنسي يطغي مكيدس أبو هريرة باش أكيدسيش فإذا فرغنا من العشاء إش ما كمرنا منسي قال النبي صلى الله عليه وسلم ناموا في المسجد يقاسم تصف ذي تمزيدة ذي صحيح البخاري كتاب الصلاة باب نوم الرجال في المسجد من يتعود الحال مغذنينا ومن بينهم أبو هريرة ممش جيد جا أبو هريرة مسكين ذي الحال أمس عن أبي هريرة قال رأيت 70 من أصحاب الصفة يني جيت شطن وثني تجاري حد طوت تقريبا 70 تقريبا تتصندي مزيدة ممش تقين ما منهم رجل عليه رداء تقريبا أعرض وغاسن الجغاسن إجن تشضط إما إزار وإما كساء إما جنر هزاع ذزذذ لخشان تشضط تقوضط إجا غاسن فقط تشتن قد ربطوها في أعناقهم رتشدنت غي جيمان فمنها ما يبلغ نصف الساقين إيش غاس شحجن تشدط موت الزقاح طوضاس تقريبا غيظان ومنها ما يبلغ الكعبين ثقس شي حاجة كتا فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته إيش نتشدطي رغاسن ما رغينا تشدان تغيري تتصن دايس يخسر أبو الدان تقني جفوس غزاك إيش نتفات نجمع نتشدطني حما واسن تبيين العورة نسن ومن بينهم إمام المحدثين أبو هريرة رضي الله عنه فكيف يعقل جنس السيد مسكين يعيش الطريقة ثانية تنين يعني معدوم حازق وغصب النسب وغصب اللقب وغصب اسم أخس حسين كتازي 5000 حديث أثن صنفن ذي الأحاديث الصحاح وذيس تقريبا 70 دمية السنة النبوية أغراح نوستنى دسن أغراح نوستنى نحسقث هذه لازم شوية سيدين النبي هذا عدن وسان أبو هريرة دي سباح شوية لاباس خاس هذه فكا وسان ومجي جا محزوق هذه فكا وسان نس ومجي جا معدو ومجي جا منادم وغاس شام ما بيدوش وحتى الملاية ما يتغنف أثناف ذي البخاري ذي صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أنا فأبو هريرة يتعود خيخ في النس إجن حالة زي من يذو شوية مو لاباس ويجبو يطس ولكن شوية حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن محمد لأن عن آية ثاني تنيت قال كنا عند أبي هريرة وهذا أنتين أبو هريرة غادي بان غاسي جنمحل من قطاس غاس شوية المشاة غاس شوية كذا أتزام ما مشيت بالدرب نادي مزقي جنحالة غال حالة النغن وكان عليه ثوبان ممشقان من كتان ومجد جدا محزوق جا قاسيج نشرط طاق وضط إكارت زيارة تغيري يتفيد زي حساب حموز دي تبين كورشي نعم خاص يسمح شوي طابي من يعقب عقب غاس اثنين كتانان غاس بحال اثنين زجابين ركتان دلمليح من غيق أبو هريرة فتمخط أعوذ بالله فتمخط فقال بخ بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان يعني حشاكو مومي قان تمخطا يخزا ذي التوب اني غاس جديد غاس نين كتان اني خنين زجابن ينسى ذايس حشاكو من ذايس نمي ستين زعم نسقيم يقيم يتزمى مني اني قارس نزعم قارس بخ بخ ابو هريرة ممشي ريجا ريجا معدوم فقير ريت تصغات مديت مزيدة وا اتسخو جاثير غاسي جنتشضط رخوها قوم ابو هريرة ينسى ذي عروض ممشي قاني نركتان نركتان ديرو قنيجي تقيت غافرن تفرن لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي وقيت عاوز مني باش سنيني ممش يعني مرت ورا ما يرخو حشكو من خاخ نيخ نساخ ذي عرو ضواني تيني تدير كتانة تيراخ ذايس قي ظنت عاد يظنت عاد كنت لأخر فيما بين منبر رسول الله إلى حجرة عائشة رأيت تصديث مزيدة من الرسول الخميني كنت نقرب يتصر طافي ضوات عيشة
طافي ضوا عيشة مغشيا علي الغشاء ومتقان مغشيا علي سجوع يتمتى سجوع يعني ولكن النهار زعما الحمد لله يعفو خفي ربي غاري الكتان يعني الكتان يشطخس حاشاكم ان السعادة يسقع ان فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقه ومن جاي جا مضاعف تسيت مزيدا حبيت غاش غير في جام الصحابه مشناو ابو بكر مشناو عمر علي الرسول سيخ في الناس جات كن خاص عدا تنفيض الطز يتمع الجننت واش فين القيمه عجننت كن عدون خويا قاسم بخ بخ ابو هريره قاسم بخ ابو هريره يتمخط في الكتان زعما مش عقب ابو هريره يعقب يعني غاس يجن كتان ضب قران غاس رحريه يتمخط ليس لانه يعني فرق غاونا في النقط اذ نجبه نفى بانه ابو هريره اسم النسوة ثوفين مختلف عليه وهذه نبو الاختلاف شان الشخصية الاسلامية ام شنو ابو هريرة ويجي نفيد جيجة فقير معدم نفيد جيجة سمسعان اقجان ذي تمزيد هنسيد النبي راي خدم وتخجس حتى استمر يتخجس الا اسم الشوها نفى غي جنب نادم راوي السينة دياري ويسين ويسين دياري ويسين ضيغة ميز دغيسك مرا الاحاديثين ذي الملازمة جا أكسيد النبي حتى ذا الرسول وهم قالوا يمليث 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 يوفيت ربدا طواث تمزيد ربدا زي الصفر تقنوش ثوغي يمكن زديوي شي حاجة ماشية زيد 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 ومي غتوسع شوية الدولة الإسلامية الرسول يقنض الزايس يعزو أخا اصطفاق من غيك أثي السك ذا البحرين ومي غازم البحرين السكدين ينجن العامل الناس تطواث وانت تصور يعني تعودت ابو هريره سيخفنز ذي كتاب الاصابه في تمييز الصحابه ذي الجزء 7 الصفحه 357 قال ابو هريره بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمي فاوصاه بخيرا فقال لي ما تحب ذا الرسول صافي سكت ومي غير في عيك خاصك الدين ديت مزيده وصني تفغ وصني تحرك ومي غاز من البحرين يعين خسيج العامل الناس العامل ني شتي خافي محزوقه ولا تيخزع مي سطات السكر قيس من الليل ثاني تينيت ومي جيت كوانا كوبري عاد وخشن غا البحرين الناس وينات الناس العلاء إيه ابو هريره من غا تقدر خوشك والسن ذا تاريخ والسن ذا طغى ضغط حتى شن المؤهلات يعني من كي تقدر من سيدنا ابو هريره قلت اؤذن لك ولا تسبقني باذاني الناس نشجعي كيفاش خدم المؤذن هاقا يعني اول مهنة غاتيك ابو هريرة جيت ادان ما يميحو ما ذيش شديسو فقط وغاس حتى شي حاجة تنغنيت هاق شنغا البحرين غايت كيكيس ديني نجن تيمبو من يان اثناف من يان اثناف من بعد ذي من ديكو عندنا تصم من قيلين دي مانايا يعني ايكا ذي البحرين اقل عاملة واني تينيت شويت من بعد ابو هريرة هذه عقب ذنتاد العامل البحرين اتزام من غيك اتزام واش السيدة بصح اهل اذيري اهل للحديث اذيري المحدث هلا خويا نقيطا غنخزا من قان العلماء مسر من مش حارق كان ابو هريرة اق النبي ومجا كيسيد جا فوس كفوس مش حارق كيسيكاح وما تسلم واش الاحاديث ديوي موجود واش الحديثة مار العدد الاحاديث ديوي ممكن اتفهم غير ممكن بتاتا ابو هريره نشي نسن بانه يسرم نخراح غ الرسول عام خيبر ذي غزوه خيبر سنه 7 هجريه وان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مع العلاء بن الحضرمي الى البحرين بعد منصرفه من الجعرانه ومن غيوجوا بعد ان قسم مغانم حنين يعني ذي غزوه خيبر حتى حنين شان صام شحال التاريخ يعني كيدس 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 سكة وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة 8 هجرية بذلك تكون مدة إقامته بجوار النبي مقيما مع أهل الصفة بدات زي شان صفر سنة 7 هجرية وتنتهي في شهر ذي القعدة سنة 8 هجرية مش حال تاويكو شمرا حسبيتين انتف وإذا حسبناها وجدنا أنها لا تزيد على سنة واحدة وتسعة أشهر من يتف من كيش الكتاب يجي خسبنا دمي يجي خس البحث ضم قران الإمام ذمسرم يجي خس الكتاب وحسق أبو هريرة
ونكسنا ديغا الكتاب اجن الكتاب قيم هذا يستفيد من المعلومات زي طق طق حتى السلام عليكم. قاناس شيخ المضيرة ابو هريرة المؤلف النس محمود ابو ريا يويد ما يمجش الرواية ما يمجش المعلومة ما يمجش نجني السور خل امام المحدثين ابو هريرة يعني انت في ذاني تينت على حساب الحسابة ابو هريرة يلا يكرا قنبي عام وتسع شوار مش حرد يعود الحديث دي عام وتسع شوار يعوض 5374 حديث هذا غير غناف ذا غير غناف الكوارث يعني ما مش تمسع منية مستحيل غير إذا انتينيت إيش القائمة نقذن ديوين الحديث يجيت الحافظ الذهبي إنش المكثرون من رواية الحديث من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مش يقص التصنيف من يقال الإمام الذهبي إنش إن أبا هريرة روى عن رسول الله 5374 حديثا شميغا نراحغا عبد الله بن عمر قد جاني خرقد طافي النبي يعيش طافي النبي الحياة نستكمر عبد الله بن عمر يلا ذي الحياة نستكمر يصفغا نغد 2630 حديث أنس بن مالك أنس جاي جذا خدام غنبي يخدم مثل حياة نستكمر أرماني قموث مش حار ديوين أحاديث 2276 عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زيد 9 سنين حتى 18 سنة مش حار ديوين الأحاديث 2210 ابن عباس عبد الله ابن عباس وما أدراك ما ابن عباس حبر الأمة ستيل الأمة جيت لازم الرسول أمثيرينز مش حار ديوي مسكين الأحاديث 1670 حديث عبد الله بن مسعود وني جنر التغاصر مصحف النصاص القرآن سي لازم النبي سنوات تقريبا البعثة تكمر مش حار ديوي عبد الله بن مسعود 848 حديثا ما رأينا متقاف ابن عمر أنس بن مالك عائشة ابن عباس عبد الله بن مسعود ما رأينا يعيشن سنوات يعيشن سنين الرسول غزاش دوين الأحاديث أبو هريرة يعيش كيدس عام وتسع شوى يقجعد 5374 حديث مش نو فابريكا فابريكا بكورتنين دقيقة مش نوينا مش نو فابريكا ثاروخا مونا ثنصيات بولز فاكن شميت سلام بكل 5 سيكون تفضطو موبين أمني أبو هريرة مكورنا كرسي قونت الحديث كرسي قونت الحديث كرسي قونت الحديث أقن خزا من النوينات من إن السيوطي ذي تاريخ الخلفاء هذا خد يوي حتى السيرة الخلفاء الراشدين مش حال الأحاديث يقل مرس جمع مفند مارة تفهم وطوذنا أبو هريرة لا من قريب ولا من بعيد أنا في أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق وني قسر من دم زوارو يعيش النبي اللي بيعث كمر 23 سنة مش حد يوين الأحاديث مش حد أخذ يوضن يروثن أبو بكر الصديق 100 حديث و 42 حديثا غاص 142 حديث ذي 23 سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى عن رسول الله 500 حديث و 39 حديثا 593 حديث عثمان بن عفان رانت سنين جنبي مش حار ديوي 146 حديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث و 46 حديثا 146 علي بن أبي طالب روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 786 حديثا 786 حديث مرات جمعت حتى مرات جمعت الأحاديث من الخلفاء الراشدين صعب عيد سن انت في صعب عيد سن ذي تقريبا 23 سنة البعثة النبوية أقثنا الرسول ذي ثمزيدة ذي ثداث ذي الغزوات من اسمك أقثن أكيدس يلا انت في صوتنا نغد 1413 حديث أبو هريرة ذي عام وتسع شوى صوتنا نغد كتازي 5000 كتازي 5000 يعني فهل يعقل منايا فهل يعقل
واش بصح يعني من هي قادر عام او 9 شوا ادياوي 5000 كازي 5000 حديث ابو بكر الصديق عماد علي عثمان عائشه وزيد اني عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود يعيشنا النبي سنوات يا الله صوتنا نغض اربع من نغض الصوت ابو هريره يعني كم دوم نخي نجينيت التصميم اش تمثنا ديم سرمن وسنخ تسمى تقصص الحشمي الشمي الشمي سنطوض غد قام مسرايين ابن يعزو دي دفع خد دين الناس مي خفغ الدفع هذا ثوما دقيق السن الاول تسند بعدا مي خفغ الدفع عادي غد دفع واش جن السيد والسين ذي اسم الناس والسين ذي اسم باباس والسين مين يعني انت دي التاريخ الاسلامي كمر اختلف الخاص جيد جحازك وغاس والو يخدم الا خو عدي سنت هذيش شاديسو فقط ذوني قدر خلاص نص اش دي الصوغ 5000 حديث اثن تحسين ذي امهات الكتب الاسلاميه وخاص النهار غير في بناء السنه النبويه تكمر تقريبا هو تيفتش الحديث ويستيفد ابو هريره ابو هريره قيلنا ابو هريره وليس الاحكام ليس الشرائع ليس التصن ليس التصن المصري يعني كني وتكسي من نهار طبق من الشريعه اني جنس السيد مجهول الهويه ومن بعد نوع من شيء تحط في الراس ولي تسمى يقرض الزايس ممكن انت كيس وسنين ومي غاز من البحرين الناس بعد يسكيت غا البحرين من ديني كا اول خمس الناس راه يخدم المؤذن يتدم يتطغرون اتاح اقوى دوان وسان قوازاش دوان وسان اضراحا ادسن الرسول يموت يحكم ابو بكر الصديق عامين يموت اتصل فترة عمر بن الخطاب ابو هريره هذا قد البحرين يتدن يتدن واه وميت غاتخش الفتره عمر بن الخطاب من غيك هذه عين ابو هريره ذي العامل خل البحرين هذه عين ذي العامل خل البحرين حماس دياوي الجبايه قص دياوي الضرائب الناس مهم ناس نخشيش منافذ ناس نخشيش ممشن من يتفهم ذي تاريخ الطبري الجزء ويسراثا صفحة 202 ومن قال عمر بن الخطاب إن شو في هذه السنة عزل قدامة بن مضعون عن البحرين لأن قدامة بن مضعون ثق عاصم ومجد حاجث وحده في شرب الخمر جيت جمع روح يجمل ذاس كيرين حتى التما عمر بن الخطاب ويقبير شغا غاسيرين جن السيدة مود العامل قمشان يوني تيس كاي الطز يكس يقس العازل يعبدو ونات مشسقان يقدام ابن مضعون وفيها استعمل عمر أبا هريرة على البحرين واليمامة الصفق ابن مضعون إنس بعض يكشس ربعا ذي الكوض يتمخش رب الندينة آذي عين أبو هريرة عامل على البحرين يا حسست من غيق أبو هريرة لأن قاسم الشين هذه صبر ربي وأنه يفين شيء يفيد جيد جا مقطعين النا هارو خاص قاعد الناس القراض يعقب ذي العامل خل بحراين مين غايك سيدنا ابو هريرة قوي تعطي عقا ويتعطي عقا ذي كوما سامي تشاي تشا بيت مال المسلمين دينات اكيد سيفق عما اسيني نجي لنا عام عام وثويض عام يعرس درخ باينا سجي لنا اخر رحم غسير اعلام النبلاء الجزء 4 الصفحة 197 إيش حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي هريرة روح استدعاثيذ إن سرحت أثي استقصى عمر بن الخطاب يستقصى أبو هريرة بوث مشهور كيف وجدت الإمارة ما مشتو في ذمش أنا ميث جذر خو يعني ما إن يمين زيت حسير قال أبو هريرة بعثتني وأنا كاره ونزعتني وقد احببتها ان كذا يغوم شاني وني ثاري ذي ذي العامل ناخذ الامير ولكن بحال نشيت ما جو خصخشا نهارا تاع الزود هذه تكس ذا مشانينو ولكن تحب بيخ الاماره يعني الجاي مش حلس جوي ابو هريره زي البحرين يا عمر بن الخطاب ثا 12 ونجيبايا انس واتاه ابو هريره ب 400 الف دينار من البحرين ود كي سير غمان عمان 6 ولكن عمر بن الخطاب وجبو يسد عافيه باش كيسي السيور عمر بن الخطاب يا راس تاني في السن الا ابو هريره يتاشى الناس راحت باش كيسي مسفان
ومي دغيا الساعة 8 2 سواد بشحال الدوي ديال الناس وياض 400 الف دينار الجبايه الضرائب ديال الجيزيه ديال الناس ان عمر بن الخطاب اوكي سيث تيخون شي اللي غادي يتمال المسلمين. فقال له عمر بن الخطاب سيني ان ابو هريره ما جئت به لنفسك هيشك من كيش الدوي ديال يخفنج. قال ابو هريره 20,000 دينار الناس نشوف ياخذ كيدير 20,000 دينار وتكمير عام الولايه ونستوى رخصنا 20 نروكتني وجبه نروكتة ثانية تيني تو خبرا كان كيش نتقيم غابة مزيان اي 20,000 دينار نروكتني اكثر 20 نهارا يمكن رومي نيخ 20 مليون يورو نيخ 20 مليار يورو يعني نجي نقادر خيالي اثي ذيوي التذيعان انت تخدموها. فقال له عمر الناس عمر بن الخطاب من اين اصبتها مست سكتش قاعشتو يا 20,000 دينار الناس ابو هريرة كنت التاجر نسحق جغار شوي التجارة وانت عمر بن الخطاب السنيث السنيث قاي الناس وميت غي السك السكن مقطع وغاس حتى التسيرة بسك التجارة يا ثاني تنين يعني باين الله يقس نفوس دي بيت مال المسلمين باين الله جيتاشا ثين عاشين نمسر من ميت صغيني عمر بن الخطاب. قال له عمر انظر رأس مالك ورزقك فخذه الناس خزا من توريد العمل يتخذ مذ عام شك ذي العام الخلب حرين اش نقج نرماندا اش نوثع المحسب عام اش نخجص واجعل الاخر في بيت مال المسلمين من غير قبل زي 20,000 نيق سهواتي داني تيني تغى بيت مال المسلمين اقا داني تيني تعومان اقارس ديريكت بانه شك ثوشاف مران راح غا الطبقات الكبرى لابن سعد انا في الرواية النقنيت داني تيني تعومان اتهامث ديريكت بأنه أبو هريرة كان يسرق بيت مال المسلمين. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال لي عمر من دا سيدنا عمر قالوا هذه نفس القصة بحال تكمروها من دا سيدنا عمر بن الخطاب يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله الناس أرعذوا الله أرعذوا كتاب الله مثو شاطين عشان سيدي عبي أثي جواب أبو هريرة فقلت له يا أمير المؤمنين قال أبو هريرة يا عمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين ما أنا بعدو الله نشوج خبذ عدو الله ولا عدو كتابه وجخبذ عدو الكتاب الناس ولكني عدو من عاداه وما بحالي تقصر التعطف قال نشوج خبذ عدو عربي ولا عدو القرآن ولكن نشذر عدو مني غي عذان رب العالمين والله ما سرقت مال الله الناس قال نشو والله ما وشاخ فرانك. قال عمر بن الخطاب فمن أين اجتمعت لك 20,000 لا عمر تفيت إيش نقيت قال ما روث وشاد ما يستكى 20,000 ثاني تيني 20,000 دينار ما يستش تكى شكي بنات جو غاكورة سنتيم قال يوم جاي خدم جيت تبع الرسول استقدو حثوغي قال سي عمان ذنوة ذي عام سبحت غاس 20,000 قال السوار خل ملايين. قال أبو هريرة قلت يا أمير المؤمنين أمير المؤمنين سيدي عمر إن خيلي تناسلت إن سرغ علي شن إحسان وعوند إحسان كثان غاس إحسان الطاس وشي زنزيثن إن خيلي تناسلت وسهامي تلاحقت وعطائي تلاحق يعني يا الزوم من سغي يعور جغاري إحسان وعوند إحسان نغطاس يقديس التجارة يسبحدنا مسيرين يويد 20,000 دينار في الوقت النثنية. قال فأمر بها أمير المؤمنين فقبضت أين عمر بن الخطاب الناس والله ما يتحشي ذي الناس بها ذيني نكسان ولا 16 قال شك عضو الله شك توشع 8 اكسس 8 نمار اكسس تندي الناس زيد غبيت مال غبيت مال المسلمين اتحسي لي الله من ضنج. فقال أبو هريرة اللهم اغفر لأمين المؤمنين عمر قاس يا ربي سنحسي عمر قيدر ماي وعباري من ايام اتفهم عمر يعني عمر بن الخطاب راه يتعامل سجن قصوى طبق رد ويكثيث عاود يكثيث وحتى دقينات يعني حتى ذي اللقطة يا ثاني تينيت نفس القصة قد تزير في الطاس انا فغوم قارو عمر يكشى سجبين إن ثم دعا أبا هريرة فقال لهم أنا يغث نفذي العقد الفريد الجزء واحد صفحة 43 نفس القصة وميغاسيس قضي يوسيد زير البحرين حوما كيسيم سفهم خذوك كذا جيتي بيت مال المسلمين. إن ثم دعا أبا هريرة إن أبو هريرة أجل لنا
إنس قد علمت من حين أني استعملتك على البحرين. إنس تزريد مش غنسك على البحرين حما غتدور العامل أمي غنكس ابن مضعون. وأنت بلا نعلين إنس رواغات حتى التسيرة يعني نسكش ثاني تيني تسرحفة غاكش نتشضط. ثم بلغني إنس رخو ذي الحضايا ثاني تيني ويكمل عام العمالة أنك ابتعت أفراسا بألف دينار وستمائة دينار. الناس رخون عارش عمسية الصق ذي كسان كوري سيتيج 1500 دينار بس كنت تمانية تشكيوات حتى التسيرة لا مين تسغين. فقال أبو هريرة كانت لنا أفراس تناتجت الناس لحقا شنجغان خيكسان ومسيش دكين خيكسان غاسي أبو هريرة قي قارش عوما ومش غنسك. علمت من حين أني استعملتك على البحرين وأنت بلا نعلين جواك حتى تيسيرا ميزدكين إيش سنينا ميزدكين تمنياثا. قال أسيني عمر بن الخطاب قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فأديه. إنس عامك يتخذ مث جد العامل خلب حرين وإذا يد مار الجبيان نذينث مرحبا ربيت مال المسلمين ثين عاشين غاك روخا ميخذين طمان غان خا 20,000 دينار ماني ستكا. الناس حسبوا غاش الزايس اتحسي در من ضنش ميني قيمن ساسيت لبيت مال المسلمين. قال ابو هريرة ليس لك ذلك اتفكي استغنان دي الناس والله ما تنتحسي قاتينا ثينا ثين عاشين ينو. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلا والله لا أوجعن ظهرك الناس بالله يمرو تساسة تمنيات يا غامازي غاش اعلوها. ثم قام إليه بالدرة فضربه حتى أدماه. ومي غاية فوليور سقيخون شيء نعاشين الجمز اسم تضرق يكاغس عمر بن الخطاب يطفي ثين صلكوت يتهلك ذايس أرماني زهد الزرن إذا من. ثم قال أصدرق يأتي بها ساستن عاشين. قال أبو هريرة اترو اذا من اول قاس احتسبتها عند الله ان وصفها بالمؤمنين وخميث قطع مثلك ذي كذا في سبيل الله هاك شيء قرنوم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك لو اخذتها من حلال واديتها طائعا. ان سماس وتحسب من هي في سبيل الله اتحسبت في سبيل الله اي مريجة تحسيد تن عاشين زي الحلال ثوي التنديد سطعة ويجبس ويجين بوسوامو وتعقرب قلني غوم دي جنت دي الرواية من سيدنا عمر بن الخطاب الناس يا عدو الله ويا عدو كتاب الله أتسرق مال المسلمين. من بعد ذياني عمر بن الخطاب أفي احتقى أسيني أجئت من أقصى حجر البحرين يجب الناس لك لا لله ولا للمسلمين. الناس يعني فضزك درجة الخبث باش تجمع التين عاشين ويجبو في سبيل الله نخي بيت مال المسلمين تجمع التين دي يخفنش افتشاف من بعد في زوا ما رجعت بك أميمة إلا لرعية الحمر. وثانتنا وروانتينيت يعني ما رجعت بك أميمة ما رجعت جقات رقت النيد العصر النيونيو إجموا ورق صحطاس رخون الشين نهار سوينا في تسمى ستمازيخ بحال قارس عمر بن الخطاب إيه ابو هريره حاشاكم يتسمى في بعض ديما شحوما غتاكس في غير واشك يعني واحد حتى شن القيمه نهائيا خزان الدرجه من الاحتقار اذا سك عمر بن الخطاب ومثل الطف يتشاثين عاشين اني مسرمن نعرفش ما فازمض اي الكتاب اي الحاجث هذا يستفز كتازي 70 ديميه من الاحاديث عن ابي هريره. وانت الامام البخاري قبل ما ديك الكتاب نسني خديج مع الحديث يقى مجموعه من الشروط حما ديال الصوت الحديث ومن بين الشروط يخص بنادم اديري معروف ماشي ابو هريره غير معروف يخص بنادم اديري الثقه اديري ليس الثقه التامه ابو هريره وجبو الثقه اولا ويغري ويفهم ويسفهم نعم يفوه طمزيان 12 من مسرمن يعني ميثن ربي كيز ديك عمر بن الخطاب يغبس قابو يغبس الزجاج يكسس تنعاشين يتهميت سوكالوجي تهميت يعني في الاخر ابو هريره يعني نعم يقرس واه صافي هاكش غا جديني واه ارماني كش قابو. فهل يعقل اجن السيد ام مسترقه يا ثاني تينيت
هذه الصور 5000 حديث معتمده دي كتب التراث الاسلامي وخسيث بنا يعني خسيق بنا الفقه الاسلامي تقريبا يكمر طاش تاريخ منايا ذرمونكا منايا ذرمونكا غبقى نخسى منايا ويتير يمرجع جد يمسر من الصح الشيوخ هاد الفقهاء اين قانيخ فنسن اصحاب العمائم العلماء ذي بقرانا الاثنين قسنين ما رمين دني خمو السنن والسنن كتازي منايا ايريدو في ابو هريرة وغاسي تير الاصل قاع نهائيا للتاريخ الاسلامي وانتيني السيدة وانتيني خسا تكسن قاع ولكن غاسن المشكل ما ركسن ابو هريرة اطراح حسن 70 دمية السنة النبوية اطراح هباء منفورة يعني الدين تغيما يتوطد وحز ما ركس ابو هريرة تكسر بعض المسرايين غنيت الدين راح وحتى عائشة عائشة ام المؤمنين السيور دايس ومن بعد نتا اتي جو عيشة من جا دايس تبقى بغانا نحقا الاحكام في اصول الاحكام جزء 2 صفحة 275 عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت رحم الله ابا هريرة زي ما يموت اذا استيورت الناس رحم الله ابا هريرة كان رجلا مهذارا ريف قاور من المنطقه انت عيشه قراش هذه حماب بين ابو هريره مسكين جاي جا يجن بنادم يقاور وغاسبو القيمه يعني وغاسبو القيمه نهائيا نهائيا عوما يكثف الصحابه النغنيت راه تكن عند الخاص اذا مزيان تكن خاص يتميضان وسكشي القيمه وسكشي الاعتبار قاع يجن بنادم ما معروفش يجن بنادم ويضري ويفهم ويسفهم إيتاشا كيف يعقل أغان خيرين الشين خاص نبنى إيش الدين يكمر خاص نبنى الدين يكمر يبنى شخصيا أبو هريرة وأباري منايا عيشة الناس جاي قا أورى الطاس وقاس بولقيمة نهائيا من بعد نتامين دسينا دي الحياة جعادي الدا دي فتح الباري الجزء 7 الصفحة 439 أنا فغاسم خوم برك أم المؤمنين رات مرغان إذا وانتيني ويحمر وانتيني إلا شو أخرج ابن سعد في باب أهل العلم والفتوى من الصحابة في طبقته بإسناد صحيح عن سعيد ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص قال إن قالت عائشة لأبي هريرة في هذه جموات الناس قد عيق يعني قاستيني قد عيق ضطس الناس لأبي هريرة إنك لتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما سمعته منه أنت عيشة قد تهم سخارقا ناس قد سريغ اشتقال الحديث خنابي واستسريخ انش عماس قال أبو هريرة إقوتي جو شغلك عنه يا أماه المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنه شيء إقوتي ضوى ذي أم المؤمنين أذي ضوى ذي عيشة اين الصغد من تقع لي ناس قاشم جات رهيف اكثيسيث السواك ني طازوتش ني دينا نسق يعني خزا يتمنى غاك ام المؤمنين قاشم جات رهيف اكثيسيث ذرك حور اما نشجا قاي فاضي ماضي نشجا قاي كسيد النبي يعني انت انت ثعيق قارس قامين تقع ضمو ذي خارق قاش كتقع الاحاديث خسيد النبي نشجا جان طامغات نسعى ماسو تسريخين نمانيا فكيف يعقل يعني منايا كيف كيف يعقل إجن الشخصية غامضة إجن الشخصية وغاسبو الأصل وغاسبو النسب وغاسبو يسم وذي يعني ذي التاريخ الإسلامي يكمر وتفهم بوش الاختلاف ضبقرا جسم حد أم اختلف ذي الاسم من أبو هريرة إلى حد الساعة راح تحدث الشيوخ سكورشي زي الطاف ما تفهمش إن جندا ومديوي الاسم الحقيقي ويجي من بعد الحياة المزرية كي يعيش جيد جذيم سعي وغط واحد تمزيدة راي خدم خو عديسوا وش سادي الشاديسو راي جذا عاريا أعرض وغاسج نعم خاص يسمح أربي نخذ الرسول السكيف غلب حراين يخدم عام يكون ما سيتشا يتشا يمسر من عمر بن الخطاب جي قطويث سوقابو أم المؤمنين عائشة تهميت صخار رقا نتايا رخاس إزاوا أم المؤمنين نعري سبحد زي أعظم المحدثين وذي حد يود الحديث كتازي أبو هريرة وانت الشروط التحديث ناخذ الحديث وذي سجي نهائيا ما تخزع الشروط كي البخاري ناخذ مسلم باش نطبق
خل الحقيقة أن أبو هريرة إذيس ذي الكتبين تفهم أبو هريرة شخص زيرو 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 ويصدح الحديث ويصدح هذيره حتى دمسر من الله. فكيف يعقل المذهب من أهل السنة والجماعة يكمر يبنى 70% الناس خمينينا أبو هريرة وضم الشهر ذين الرواية ثمن قانت قاناش كان طفيفا يعني كان طفيفا يعني يتمو ويتويري ويتويري ويسينا دياري ويسينا ديغا يعني ما شاء الله والسيخ ما يزدوين يعني والسيخ ما مش تمساغر ما يتسيغن غد درجة تقديس بنان خاس 70% السنة النبوية ثبنا خمين ديوي أبو هريرة ذي عام 19